في حين أن المواطن في دول العالم عندما يريد الحصول على وثيقة جواز سفر يحصل عليها بضغطة زر عبر الإنترنت، المواطن اليمني يقف في طوابير طويلة لفترة قد تزيد عن الشهر. أصبح الحصول على جواز سفر بالنسبة لليمني أمرا بالغ الصعوبة، يكلفه الكثير من الوقت والجهد والمال، حيث يضطر الكثير من ساكني المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي للسفر إلى مأرب وتعز وعدن لأجل الحصول على جواز سفر بعد قرار الحكومة الشرعية بمنع التعامل مع الجوازات الصادرة من مناطق الميليشيا. ابتداء بمعاناة السفر في طرقات مليئة بنقاط التفتيش ولساعات طويلة ونفقات باهظة إلى نفقات الإقامة والسكن والاحتياجات اليومية، وانتهاء بطوابير الانتظار التي قد تمتد لشهر وأكثر. يعود ذلك إلى الآلية القديمة التي تتبعها مصالح الجوازات والهجرة، حيث يقف الراغبون في الحصول على جواز السفر أمام شبابيك وملء استمارات ورقية وانتظار النداء بأسمائهم. وبعد كل هذا العناء فالمحظوظ هو من يرى جوازه خلال أيام، فكما يقول البعض أنهم قد ينتظرون صدوره لشهور. عن الصعوبات التي يواجهها المواطنون للحصول على وثيقة جواز السفر سيكون موضوع حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج المنصة، ونبدأ الحلقة ونستقبل أول اتصالات هذه الحلقة. معنا هيفاء الجنيد من صنعاء، مرحبا بك هيفاء، مساء الخير. عندك على مساء النور. بداية موفقة، أن نبدأ بفتاة، عادة تكون أغلب الاتصالات من ذكور. مرحبا بك هيفاء، سعيدة بأنك معنا في هذه الحلقة. أهلا فيك. أهلا بك. الموضوع طبعا عن الجوازات. أولا المواطن اليمني من حقه أن يسافر، وهذا وفق الاتفاقية الأمم المتحدة والدستور اليمني. نعم. لكني أشوف أنه في عرقلات للمواطن اليمني. تبدأ من أن المواطن اليمني لما يسافر ضروري يقطع جواز، يقولوا له ضروري جواز من عدن ولا من مأرب، وهذا يكلف المواطن عراقي للسفر المواصلات، حجز فندق وما إلى ذلك. صحيح. ثانيا يتم عرقلته في الجواز، في الجوازات يطلبوا منهم مبالغ غير معقولة. أيضا هل هذا عن تجربة شخصية هيفاء؟ هل تقولين هذا الكلام عن تجربة شخصية؟ أقربائي حصل لهم هذا المواقف. يعني تم عرقلتهم في جوازات عدن. نعم. دفعوا يعني تقريبا 800 ريال سعودي، ويعني جلسوا ينتظروا اسبوعين لا شهر، وهذا شيء مكلف، يعني خصوصا لو في واحد مريض. المرضى انا اتكلم بشكل عام، يعني المواطن اليمني يحق له ان يسافر سواء مريض او معتمر او زيارة لاهله في الخارج. وفي عرقلات يعني كثيره، ومن بين العرقلات انهم يطلبوا ولي امر المراه. يعني كيف يطلبوا ولي امر المراه وهي مواطنه؟ يعني من حق اي مواطن ومواطنه ان يقطع جواز بدون ان يرجع لولي امر ما ولي امر. يعني تخيلي واحدة عمرها 48 ولا 50. صحيح هيفاء. يطلبوا ولي أمرها، كيف هذا يعني؟ صحيح هيفاء، هذه مشكلة قديمة، مشكلة قديمة ومستمرة، وربما هي مشكلة منفصلة عن المشكلة الحالية. هيفاء، بالعودة إلى الحديث عن صعوبات استخراج الجواز، وكما تحدثت بعض من أقاربك اضطروا للسفر إلى عدن، وكما قلت اضطروا للمكوث هناك لأسابيع. طيب هيفاء، إيش سبب أنهم يتأخروا في إصدار الجوازات؟ هل كما يقول البعض من موظفي مصلحة الجوازات بسبب الضغط الهائل على المصلحة، أم أنه تأخير مستقصد لمثلا عمولات أو إلى ما إلى ذلك؟ هم دائما يقولون ما في دفاتر الجوازات، ويجيبوا أعذار كثيرة. طيب ليش ما يجيبوا بدائل؟ يعني في حلول أخرى، يعني عادي يقبلوا جوازات صنعاء، جوازات تعز، جوازات
يعني ايش فيها يعني لو طلبوها؟ يكفي انهم يعني مضيقين على المواطنين، صحيح، بخصوص حظر مطار صنعاء، هذا يكفي. صحيح صحيح. إذا هيفاء، أنت تقولي أن منع الحكومة الشرعية التعامل مع الجوازات الصادرة من مناطق سيطرة الميليشيا غير مبرر وغير منطقي، وهو ليس حصار للميليشيا وإنما حصار وعقوبة للمواطنين أنفسهم، لا دخل للميليشيا بذلك. أتفق معك هيفاء، شكرا جزيلا لك ولمشاركتك معنا في هذه الحلقة. اتصال آخر مشاهدينا الكرام من حسام الزيادي من السودان. مرحبا بك حسام، مساء الخير. مساء الخير عليك يا اختي امل والساده المشاهدين. تفضل حسام، هل كان لك تجربه مع استخراج جواز في الفتره الاخيره والصعوبات والتعقيدات التي اصبحت ترافق استخراج جواز بالنسبه لليمني؟ في البدايه احب ان اشكر قناه الكتف الفضائيه على ما قدمه من جهد انضباط لتغطيه الاحداث والنظر في كل ما يعاني منه المواطن اليمني في الداخل والخارج. أختي العزيزة، أود في البداية التحدث عن معاناة الجوازات للمواطن اليمني بشكل عام، يعني للمواطن اليمني في الداخل وفي الخارج. نعم. بالإضافة إلى ما ذكرت الوقت هي معاناة الجوازات للمواطن اليمني تنقسم إلى قسمين، معاناة المواطن في الداخل ومعاناة للمواطن في الخارج. يعني تبدأ رحلة المعاناة للمواطن في الداخل من بداية التفكير في كيفية الحصول على جواز، خصوصا القاطنين في مناطق سيطرة الحوثي. قبل الحرب إذا أردت الحصول على جواز سفر نتوجه إلى أي مركز إصدار آلي في المدينة ونحصل عليه خلال يومين بمبلغ لا يزيد عن 800,000 ريال. أما الآن يبدأ المواطن رحلته بالحصول على الجواز بمبلغ لا يقل عن 100,000 ريال، وهذا مبلغ كبير جدا في ظل انقطاع المرتبات والحالة المادية الصعبة التي يمر فيها المواطن اليمني. نعم. أيضا ذهبت الى السفاره اليمنيه في موسكو، طبعا ولا اعرف هل يعني هل ادعي انها سفاره يمنيه، ما ادري ايش شغلتهم في السفاره هذه. طلبت منهم جواز يمني او جواز جديد، قال لي خلاص تمام نعمل لك استماره وانت تاخذ الاستماره هذه ونعمل لك مذكره واذهب الى الرياض وعامل نفسك. اخذت منهم المذكره، تواصلت معهم في الرياض، قالوا ما نقدر نعمل لك تعديل ضروري، تعديل طريقه تقديم المعرض. يعني جواز يمني كلفني 5,000 دولار، هذه ما حصلت. اضطريت بعدها ان انا ارجع من روسيا الى السودان، من السودان الى مأرب، معاناه سفر تذاكر وحجوزات وفنادق. اوصل الى مأرب، اوصل النقطه حق الامن المركزي مدخل مأرب، يقول لي من فين جاي؟ قلت له اخي جاي من السودان، من الخرطوم. قال فين الخرطوم هذه؟ ورجع ساعه اشرح له ان الخرطوم عاصمه السودان.
دخلت وصلت الى معهد. يعني انت حسام عشان تاخذ على جواز اضطريت تسافر من روسيا الى الرياض الى السودان ثم الى اليمن، ربما خسرت كما تقول اكثر من 5000 دولار على الموضوع. لا اعلم ماذا اعلق حسام، ولكن فعلا انها كارثه بكل المقاييس. شكرا جزيلا لمشاركتك معنا في هذه الحلقه. مشاهدينا الكرام، اتصال اخر من بسام الحاج من مأرب لنرى كيف الوضع داخل مأرب لابناء مأرب. مرحبا بك بسام، مساء الخير. اهلا وسهلا يا استاذيه. اهلا بك بسام، كيف هو الوضع بالنسبه لابناء مأرب؟ هل تشملهم المعاناه؟ نعم تشملهم المعاناه، لي اكثر من نصف شهر اعاني من توجيه لتدخل الى الحوش حق الجوازات. ولذلك لما ادخل بسبب الزحمه ومن كثر في عرقلات بالازدحام المواطنين. طيب بسام، برايك ايش سبب هذه الزحمه؟ هناك تعز وعدن وكل المحافظات معلقه الجوازات، ما في الا في محافظه مأرب. ايوه بسبب جلسنا يعني عانينا من طريق السفر 3 ايام واحنا نمشي الى محافظه مأرب لكي نوصل نقطع جواز، وتاخرنا بكل النقاط للتفتيش. ومعاناه كثيره ويحجزوك يعني يقول لك بطاقات واي، يعني ما وصلنا مأرب الا بعد 3 ايام من مشقه السفر. نعم، يعني بسبب الأوضاع الأخيرة الحاصلة في عدن يصعب على المواطنين في المناطق الشمالية السفر إلى عدن، ويضطرون للتركز على مناطق الوسط وأيضا مأرب. طيب بسام، هل هو مبرر هذا الازدحام والوقوف في الطوابير كما يقول البعض قد يضطرون للوقوف لأسابيع؟ هل فعلا بسبب الضغط على مراكز إصدار الجوازات في مأرب، أم ترى أنه ربما يكون مستقصد من بعض الموظفين حتى يضطرون المواطنين لاتباع أساليب أخرى للإصدار؟ لا، في يعني معاناة من كروت الجوازات. في بعض الناس يعني مزدحمين معاهم يعني السندات حق الجوازات، وفي ناس يعني اجوا بعدنا يعني بعدنا بيومين، واحنا قبلنا يعني من 10 ايام، ودخلوا بوساطه يعني في وساطه هناك يعني دخلوا من بعدنا يعني برشوه. نعم، اذا بسام شكرا جزيلا لك، كنت معي من مأرب. اتصال اخر مشاهدينا الكرام من احمد الزيدي. مرحبا بك احمد، من اين تحدثني؟ من مأرب. اهلا بك من مأرب، اذا احمد تفضل. يا سيدتي، هذا في الجواز بس يحفزوا بالنسبة العسكر واحد يكون نصر خل 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 ولكن نحن مش احنا يمنيين. تمام. والنقطة الثانية يا سيدتي، هذا البطاقة الذي بيكون فيها من الحالة المدنية، لا هم الذي بيمشوا نادها ولا هم الذي بيمشوا حتى الحويجة. يقول لك ماشي زرت هذا الرجل مسرب له 4 ايام 5 ايام، وجبت له بلاش منك صوره شهاده، ايش منك صوره اي وزيده من قبل 2014، لماذا اجت الاحوال المدنيه هذا؟ النقطه الثالثه يا سيدتي، القصور داخل حتى الصاله حتى الجوازة ما في 30 كباين، واحد بقطع سنه ب 100 واحد ب 30، اي احنا نكملهم اي احنا نقسم. والتوقع هذا مبلغ واحد يوقع لألف نفر. بعدين يشيلون السنة الثانية يدبرون يجون على الملف، بعدين كل شيء مزعج، أنا عاجز بغسل مستغيث. النقطة الثالثة الرابعة، المزاحم في الطوابي. بعض الناس يزنبتن بالطابر، هو مسافر في الطابر بس جنبه. جاء العسكري يخلعه ويخرج من الطابور، وقلت له بدي شارب 4 ساعات، ما هو قال انت تشتغل في الطابور، قبل ان تحزن الزاحم.
نعم أحمد، برأيك إيش سبب هذا التأخير وهذه الطوابير؟ هل هي بسبب الآلية التقليدية في إجراء المعاملات؟ شوفي، هو أصلاً مغلق، ولا حتى أكثر مراكز تبع جواز في جمهورية المملكة مغلقة. باقي بعض الأصابع ما بيلطش الطلب زيادة، ما بيلطش، ما بيقدروا يلطوا الطلب، الطلب خيرته ما بالله، وعارفين على حد زمان يجمعون فعلا عندهم. تمام، إذا أحمد الزيدي كنت معي من مأرب، شكرا جزيلا لك أحمد. معنا الآن اتصال من السعودية، عزو تاج الدين، مرحبا بك عزو. اسمك هكذا؟ اسمك هكذا؟ أيوه. أهلا بك عزو، تفضل. حياكم الله. تفضل عزو، هل كان لك تجربة في استخراج جواز سفر؟ كيف هو وضع مع اليمنيين المقيمين في السعودية؟ الجالية اليمنية المقيمة في السعودية، كيف إذا أراد أحد أن يخرج جواز سفر؟ بالنسبة هنا بالجوازات هنا بالسعودية أمرها سهل جدا، بس تكلفة غالية جدا. أما بالنسبة للجوازات في اليمن فهي صعوبة يعني. تاخذ جبل الاوراق كذا خلاص يدين لك بالاوراق، انا عندي ثلاث ناقلات. كل مرحله يشتري لنا فلوس. يتم استغلال الوضع. اذا عز تاج الدين كنت معي من السعوديه، شكرا جزيلا لك لمشاركتك معنا في هذه الحلقه. اذا مشاهدينا الكرام، نذهب الان لاستطلاع بعض الاراء التي وصلتنا عبر الواتساب، ثم نعود لاستكمال الحلقه. المعامله والحصول على الجواز، والله بعد كرها وبعد معاملات اسبوع ثاني وثالث واحنا ما نجدونا، ومن معه واسطه هنا نجده في اسرع وقت. قلنا هذا الحين يمكن 15 يوم و25 يوم واحنا ما حصلنا عليهن، وتعامل معامله زفت. ودخل بوابه مضربه تمسك ويجي يسجل رقمك، يقول اسمك الساعه 4 الفجر، يقول سجل اسمك وانا بنادي ولا عاد يلقك ترجع. وترجع تمسك سيرة ثانية. إذا كذا احنا هنا حوالي أسبوعين ما في نظام، تمسك سيرة يصلبون على مكتب الضرارة ويغلقوا، يطفوا الكهرباء تطفي، ولا إلا معك واحد ما لاجي وسادة. الوسادة فوق كل شيء. تكلم كذا. الوسادة فوق كل الحاجة. كيف زحمة في كل حاجة، نجينا في سيرة زحمة، نجينا في كل شيء زحمة، ما بمشى أي واحد. السيرة جالسة على ما بتمشي شيء. تدخل بتعاني أكثر. أنت كواحد من الذين يقدمون الجوازات؟ والله ما دخلوا 50. أنا الآن لي حوالي نص شهر بالأحوال المدنية طلع بيانات، وهنا لي حوالي 10 أيام أوقع يعني التوقيع الأولى، يعني إذا أنا الشي حصل على جواز اشتي شهرين ثلاثة، اشتي حوالي مليون لما أنا أجيز الجواز. تعبنا بالفنادق بهذلة عيش، المهم لا حصلنا على جوازات ولا على موظفين. توصل هنا التوقيع الواحدة تعامل عليه أسبوع،
لما توصل لكل توقيع اسبوع معاملات. يعني نريد من مدير الجوازات بان يوفر موظفين لكي يخادم الناس يعني بالعمل وبكذا ينجزوا بخلال يومين ثلاث ايام. تعبنا يعني بهذله. طيب هناك من يتكلم عن وساطات السلاسل داخل الجوازات، هل هذا يعني بونا شغلوا معهم وساطات ينجزوا يعني خلال يوم بوشي يجي خلال يوم يومين ونجز وانت تجلس هنا مضروب شهر وعاد الشهر مدري وعادوا يعني مدري تقدر تنجز له وبوشي ما يجي ينجزوا بيومين بثلاث ايام وتخرجوا للطريق. الجوازات كيف وجدت الجوازات والتعامل؟ والله ما هم بتعامل انهم يتعاملوا مع الناس لكن يعني بكثره كثافه السكان والناس يعني انهم يعني محتاجين يعني الى مزيد يعني من فروع مزيد لها لكي يتعاونوا مع الناس وان شاء الله يعني فيها امل كبير والناس يعني والله يتحملوا كثير الجوازات شهد الله انهم يتحملوا كثير وهذا ما عندي. كم لك في العمل؟ انا اقعد لي لا يومين او ثلاث. طيب ايش تطلب الان؟ انا اطلب من الاخوه يعني يزيدوا فروع ولا يعني يتعاملوا مع الناس يعني كثير الجوازات بان يعني أيوة. الموظفين بالموظفين ايوه بالموظفين يعني مزيد من الموظفين ومزيد من الاقسام يعني حتى الناس يعني يستفيدوا من ذلك. اشرح للناس ما هي الجوازات. اصبحت اليوم صعبه جدا يعني يمسك له الواحد شهر اسبوع 10 ايام 15 يوم وهو ماسك سيره هنا ما يوصل له على تعب التعب هنا بلا من معه وساطه يمشي بيومه يمشي الوساطه تمشي فوق كل حاجه. طيب الترتيب داخل بعد ما دخلت من البوابه الناس بيقولوا لنا الصعوبه في الوصول على البوابه بيجي اسبوع لما يدخل البوابه صعبه اللي يدخل ما ولو دخل ما يتنجز بسرعه داخل كل حاجه انه يوصل في يمسك سيره في داخل الوساطه يجي تجاه اللي ماسك سيره. طيب في ناس كم لهم يعني المتوسط للناس كم بيجلسوا خارج البوابه؟ والله لا قد دخل بعضهم بيجلسوا ثلاث ايام اربع ايام اسبوع شهر يوصل يعني لما قعدوا جنب البوابه ويقول خلاص انتهت ويرجع يمسك يوم ثاني سيره ثاني ها وكذي. معاد عبد الله على راسي. سؤال ايش تتمنى؟ ايش الذي تريده مش تتمنى؟ ايش الذي تريده ويجب ان يكون موجود في الجوازات؟ يعني يكون السهله ويعني إذا مشاهدينا الكرام للتوضيح هذه المقابلات جرت من أمام مصلحة الجوازات في مأرب قام بها مراسلنا هناك في مأرب خليل الطويل وكما لاحظت من خلال حديث هؤلاء أن الضغط كبير على مصلحة الجوازات في مأرب بسبب الأوضاع الحالية التي حدثت في عدن وتوجه الناس إلى محافظة مأرب. نستمر باستقبال الاتصالات. معنا محمد علي من مأرب. مرحبا بك محمد مساء الخير. حياكم الله اهلا وسهلا. اهلا محمد. اذا ضغط كبير على محافظه مأرب وعلى مصلحه الجوازات في محافظه مأرب. انت من ابناء مأرب او من المناطق الاخرى وذهبت لمأرب لاستخراج جواز؟ انا من ابناء محافظه عمره. واجد صعوبه في الوصول الى محافظه مأرب واتفاجئ عندما اصل الى محافظه مأرب. صعوبة في الجوازات. نعم. أستمر لمدة أسبوع أو 10 أيام بسبب الإقبال الشديد الإقبال الكثير على محافظة مأرب. ولذلك يعني نجد صعوبة في المعاملة حتى أن بعض أفراد المنشآت اللي أمام الجوازات يستخدمون العصي لضرب الواقفين في الطوابير. الله المستعان. نبدأ بالعمل الآن. إحنا الآن بنستأجر فندق بحوالي 5000 ريال في اليوم وغير الأكل والشرب غير المواصلات من محافظة حمران إلى مأرب. وفي الأخير نجد هناك صعوبة شديدة في المعاملة. أحيانا يحدث أنه بعض الناس عندهم جزء قليل من الوساطات بيمرروا. أنا الآن لي 8 أيام أكثر من 8 أيام ومنتظر التفتر. التفتر يا فندم أين التفتر؟ أنا قد سددت المبلغ يقول لك خلاص معك أنت بعد 5 أيام 6 أيام. لماذا لا يتعاطفون مع الناس ويخففوا من آلام الناس؟ أنا الآن أصرف 100 ألف 120 150 ألف حتى أحصل على الجواز. سوء المعاملة أحيانا سوء المعاملة الموظف لا يعني يمتنع عن التفاهم.
يا أخي أنا الآن تعبان، أنا الآن كبير في السن، يا أخي حاولوا أن أنتم بقدر المستطاع أن أنتم تيسروا المعامل للمواطن، لا تستخدمون العنف ضد المواطن، المواطن المسكين. طبعا اريد اتحدث عن موضوع الجوازات. قبل شهر انا اقول او قبل 20 يوم نزلت انا واحد اخر الى واحد زميلي الى بلديه سيبون لكي نقطع له جواز. جلس دخلت من الطابور وجلست يظل بالطابور مناتظر من الصباح الى الظهر. وصل قدوم مسافه من المكتب سلقوا قالوا له خلاص عودوا بعدين بعد العصر تم اغلاق المكتب. نروح نستأجر طبعا في الفندق غرفة. نعم. يروحون رجعنا بعد العصر إلى العصر من العصر إلى المغرب حوالي 20 نفر جزء وهو الطابور موجود من 400 أو 500 فرد. من العصر إلى المغرب 20 أو 15 فرد. ليش هذا التأخير؟ ليش هذه الصعوبات؟ ما يمكن هذه الصعوبات معادلة مثلا يعطوك شريك، طبعا قال في بداية الباب يتم إغلاق المكتب ويبلغون أنه يفتحوا بعد العصر. وعدنا إلى الاستيجار إلى الاستيجار في الفندق. ونأخذ غرفة في مبالغ كبيرة تعادل لي 10,000 ريال، وعندما تعود تمسك طابور بعد العصر توصل لقد في أكثر من 200 شخص قبلك. وعندما تنتظر في الطابور إلى المغرب لم تعد أن توصل إلى المكتب، يتم إدخال لا يتجاوز عن 20 شخص. وبعدها تعود الى الفندق وتاخذ غرفه يشتمل هذا الامر خمسه عشرة ايام او اكثر. وعندما توصل المكتب يقطعوا لك 15 يوم ما تعامل انك توصل الى المكتب يقطعوا لك شيء فقط، يعني مجرد اسمك مكتوب اسمك وهناك التوقيع عليه. يبلغوا ان تعود الى المدير بعد خمسه ايام لتلتقي بالمدير. التقينا بالمدير وقفنا في مقابلين 15 يوم انتظرنا مقابلين والتقينا وبلغونا نرجع اعطونا شيء نرجع بعد خمس ايام. انتظرنا في الفندق خمس ايام فوق ال 10 ايام. نرجع نطلب نوصل الى المدير نوصل له شيء جلسنا اكثر من 10 ايام 25 يوم لن يستطع ان نوصل الى المدير. وصلنا الى المدير اعطونا شيء لاننا جهزنا الامور اخذ مبلغ كبير لكي يوافق على أنا اللي يعني نجهز الجوال. أبلغ أنا بعد ذلك أن نروح ونرجع ونعود الجواز جوال آخر. نعم أحمد، أنت تتحدث
بحرقة بالغة، وهذه معاناة كبيرة تشمل الجميع داخل اليمن وخارج اليمن. شكرا جزيلا لك على مشاركتك لنا في هذه الحلقة. شكرا لك أحمد، ونتمنى أن تحل الإشكالية قريب. أعزائي المشاهدين، حتى نعود لاستقبال اتصالات هذه الحلقة، نذهب لاستعراض التعليقات التي وصلت على الموضوع في مواقع التواصل الاجتماعي. بعض هذه التعليقات في الفيسبوك. أول تعليق لخليفة علوان. خليفة يقول: من الصعوبات التي يواجهها المواطن في الحصول على جواز سفر هو استغلال شحة الدفاتر من قبل الجهات المختصة وبيع الدفاتر الموجودة المخصصة للحالات الطارئة سوق سوداء بمبالغ خيالية. هذا بالنسبة لمحافظة تعز. إذن خليفة يتحدث عن محافظة تعز. تعليق آخر من ماهر عبد الرقيب يقول: أنا أول ضحايا جواز السفر، خسرت 150,000 وبالأخير الفيزا قرح جو بسبب التأخير. إذن تعليق آخر لعبد الله اليمني يقول: جواز السفر العملة الصعبة ويا ريت ينفع، ما في دولة تقبلنا، أصبحنا مسخرة والحمد لله على كل حال. المضحك المبكي فعلا، أن جوازنا هو أكثر جواز غير مقبول في العالم وأصعب جواز في استخراجه. تعليق آخر لحمزة العباسي يقول: في مأرب هنالك عجز كبير في استقبال معاملات المواطنين من قبل مصلحة الجوازات، لدرجة أن المواطن إذا أراد فقط الدخول إلى حوش المصلحة يتطلب منه الوقوف يوما كامل تحت لهيب الشمس في طابور طويل، وسبب هذا العجز وقلة الأقسام التي تستقبل المعاملات. لذلك نطالب الجهات المسؤولة بفتح أقسام جديدة لاستقبال مزيد من المعاملات إلى جانب الأقسام القديمة حتى يخف الضغط على المصلحة وإنجاز المعاملات بشكل أسرع. إذن حمزة اختصر الموضوع بالنسبة لمصلحة الجوازات في مأرب، وهو صغر المصلحة وقلة الموظفين أمام الكم الكبير والهائل للمواطنين المتوجهين إلى محافظة مأرب. تعليق أخير من عبير الأمير. عبير تقول: يا الله كيف الناس بسيئون، بيساربوا بالصف الواحد أكثر من 60 امرأة مساربة بالطابور من 5 الفجر. الله المستعان. إذا لك أن تتخيل أن المواطن لكي يستطيع الحصول على جواز السفر يضطر للذهاب إلى مصلحة استخراج الجوازات من 5 فجرا للوقوف في الطوابير لساعات ولأسابيع، وكما يقول البعض ربما لأكثر من شهر. لدينا الآن اتصال من وليد العنتري. مرحبا بك وليد، مساء الخير. وليد معنا من مأرب، مرحبا بك وليد. نعم وليد أسمعك، تفضل. بالنسبة لمصلحة الجوازات، والله إنها صارت تعيسة جدا 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 لا الغاية. الخدمات التي هم على مصلحة المنشأة والله إنه يضربوا المواطنين ضرب، وإنهم مساربين من الساعة 2 يناموا هناك قدام الرصيف على الرصيف، يصبحوا الصباح ماسكين سيرة، يسجلوا أرقام إلى حد 400 لـ 350 ويقولوا خلاص أرقام، والرقم هذا يدخل بعد 5 أيام 6 أيام 8 أيام 10 أيام. يعني ضارة للمكان تماما، والمواطنين يعانوا من شقة في الميسوع السفر، جواز السفر يعاني منه المواطن حتى إنه بلغت للحناجر. من أجل ذلك يتعبوا مال ونفس والدهور الحياة، لا في تجاوب مثلا من الحكومه او لن توسع المبنى او تزايد موظفين او اشياء كثيره. نعم وليد، برايك ايش الحل لحل اشكاليه الضغط الكبير على مصلحه مأرب؟ الحل يا اما هم يزودوا مثلا موظفين واجهزه حتى يكونوا مستقبل هذا الكلام المجموع، او يعينوا مثلا كميه الذي تقدر مصلحة الجوازة تقدر تنفذها في اليوم مثلا 50 70 80، تعطي لهم قروض تقول لحد هنا هذا لنا موعدهم بكرة وهكذا. يعني كل ما يسوى مثلا له استطاعة ب70 نفر تعطي لهم قروض 70 وتخلصهم ال70 هذولا، وثاني يوم يعطوا الموعد لل70 الباقية. أمن على كذا أنا أجي أمسك مثلا الساعة 3 الصبح أو 2
وجي الصباح ما يسون هذا موقع وهذا ما يسون يدخلوا قدامي. واجي ثاني يوم ما يسون ما اصلش، ما اصلش البوابه خالص، اذا وصلت البوابه حصل بالقواميش من الخدمات حق مصلحه الجوازات. الله المستعان. والله يحطوا له ضرب. وليد انت كم قد لك في مارب عشان المعاملات؟ ها؟ كم قد لك في مارب عشان المعاملات؟ بالنسبة للمصلحة الجوازات هي يمكن من عام 2015 او 2000 يعني هكذا لقريب، اما ما انا ساكن في مارب لي حوالي من عام تقريبا 90 دخلت في مارب، وانا والعائلة من عام 2003. اها اذا انت تسكن في 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 مارب. ايوه انا اسكن في مارب. نعم. نعم. والصراحة مأساة جدا جدا جدا. نعم اسمعك اسمعك وليد تفضل. الانسان يجي من تحت من الحديده من اي مكان يسوى يدفع اكثر من 150 الف او 200 الف حق فنادق لكي يحصل على ايش؟ على تحويله الجواز. ولاجل ذلك معاني من مال وتدهور الحياه، والله اننا نايمين فوق الكراتين على الرسوار قدام الميسون، ويجي يصبح يمسك تراه يجي العسكري عادوه لما يتزاحموا كثير وميسون كثر الزحمه يسووا فوقهم فرح واهانات واشياء معناته لا ترضي الله ولا رسوله. وليد ماذا بالنسبه للرسوم؟ الرسوم هل هي ثابته؟ هل يتم مثلا التلاعب بها نتيجه هذا الضغط او ان التعاملات رسميه وكما هي محدده؟ ما بالنسبة للرسومات الذي هي ما يسموه هي 6.5 و1000 ريال حق ما يسموه حق الاستمارة. وبالنسبة لما يسموه هذه المعاملات إذا في سماسرة من السماسرة هذول ممكن يأخذوا ما يسموه 20 ولا 50 ولا 100 ولا 80 ولا 30 ولا 20 كل واحد على موقفه. يعني سماسرة. أما بالنسبة للسعر الذي هو السند الرسمي هو السعر الثابت. نعم. إذا وليد شكرا شكرا جزيلا لك لمشاركتك معنا في هذه الحلقة. إذا مشاهدينا الكرام بهذا نصل إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج المنصة، نشكر كل من تفاعل وكان معنا في هذه الحلقة ضيفا، والشكر هو موصول لكم من زميلي معد الحلقة عمر النهمي. نلقاكم على خير في حلقة قادمة، إلى اللقاء.